أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل كلية الطب جامعة الإسكندرية بتكريم أبطال ماسكي الذي تنظمه الدكتورة نهى مصطفى الباحثة والمدربة الدولية ومؤسسة المنهج. ابقوا معنا. ما زالت التغطية مستمرة. اسم حضرتك؟ جنة محمد أحمد. المركز الثاني. استفدت حاجات كتير قوي، اني احسب من غير استخدام الآلة الحاسبة، احسب على الاصابع وعلى العداد، والحمد لله طلعت مركز تاني. الحمد لله بتعب ماما وتعب دكتورة نوع معايا. تعرف الحد؟ الكاتب الصحفي سعيد سليم، رئيس مجلس إدارة جمعية بوابة المحروسة. بصراحة اللي أنا شايفه النهاردة يوم من الأيام المشهودة الجميلة. دكتورة نهى ليها حق النهاردة تفرح، ليها حق النهاردة تفخر بأبنائها وبناتها من المتفوقين. شفت الحب اللي بينها وبينهم، شفت الود اللي بينها وبينهم، بتتبنى وترعى أبنائنا في التعليم وأحفادنا في التعليم على مستوى 9 إدارات. بتمنى لها التوفيق وبتمنى لكم التوفيق، وأرجو أن الكل بالنسبة للتعليم والأنشطة التعليمية ترقى لمستوى اللي شهدناه النهاردة. أنا بشكركم. اسلام. اسمك؟ اسمي جنى أحمد محمد سعد. استفدت إيه؟ استفدت إن أنا بقيت ذكية وبقيت بعرف أحل مسائل كتير في وقت أقل. حصلت على المركز الكام؟ المركز الخامس. طب نفسك السنة الجاية تحصلي على المركز الكام؟ الأول. بإذن الله. اسمك؟ علي أحمد علي. اتدربت كويس عشان كده أخدت الميدالية دي. على المركز الكام؟ اخدت المركز الثاني. الف مليون مبروك وبالتوفيق والنجاح الدائم لكل الطلبه.